مرحبا بكل متتبعي ريكاب سيا. بعد ترتيح الأسبوع اللي فات نرجع اليوم كالعادة كما كنا الأربع مع بعضنا نعملوا حوصلة لكل أخبار النادي الإفريقي. دونك اليوم باش نعملوا حوصلة نتاع زوز أسابيع، ما كانش تما برشا أخبار، لكن باش نعاود نرجع الأسبوع اللي تعدى واللي قبله، بويسكو الأربع اللي فات ما عملناش حلقة، جوست كان ترتيح كهو يعني. تو نعاود نرجع من جديد. دونك الرجوع نتاعنا هذا يتزامن مع رجوع نشاط كرة القدم في تونس. أول ظهور النادي الإفريقي ما كانش في المستوى اللي سنى فيه جمهور النادي الإفريقي، دونك باش نرجعوا على مباراة النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري وكل ما صار في المباراة والتحليل الفني للمباراة، وزادة باش نحكوا شوية على أخبار بقية الفروع، فرع كرة اليد سواء ذكور وإناث وفرع كرة السلة، ونعاودوا زادة نحكوا شوية على الانتخابات بعد البغديري كان تحدث البارح وعطى الفيرسيون متاعه شنو صار بالضبط، هكاك باش تكتمل الصوره لكل جماهير النادي الافريقي. دونك برشا مواضيع هامه باش نحكوا فيها، دونك تابعونا. أونفان بطولة كرة القدم رجعت في تونس بعد غياب طويل، يعني بلوز موان 5 شهور بسبب جائحة كورونا. دونك رجعت البطولة مؤخرا، وكان النادي الإفريقي لعب مباراته الأولى لحساب الجولة الرابعة إياب ضد الاتحاد المنستيري. كما تعرفوا كانت المباراة وفات 0-0، وكان النادي الافريقي ما ظهرش بالمستوى اللي كان يسنو فيه جمهور النادي الافريقي. بون جمهور كان انقسم بين شكون ينتظر في مردود كي من هذاك، في الوضع العام اللي عايشه النادي الافريقي وفريق القدم بصفه خاصه، وما بين زاد اللي يشوف لانه بو امبورت الاسباب ما ثماش دي زارغومون عند اللاعبيه، لازم نهار الجور جي نهار المباراه لازم يقدموا كل ما عندهم، وهذا اللي ما صارش في مباراه النادي الافريقي والاتحاد المنستيري. دونك كما تعرفوا وقعت التحضيرات، النادي الافريقي رجع مؤخر، اخر يمكن ايكيب رجعت تترين في تونس باب المشاكل الماليه والاضرابات تاع اللاعبيه كما تعرفوا. دونك عاودوا رجعوا وحضروا المباراه هذه وكانوا تنقلوا ولعبوا، وكان الاسعد ديدي هاب التشكيله الاساسيه اللي فيها عاطف الدخيلي كحارس مرمى، لارير دروا كان لعب حمزه العقربي على يسار، وثم اسكندر العبيدي كالعاده هو بريسك الوحيد اللي بقى في بلاستو، وحمزه العقربي زاده بجنبه عبد الرزاق اللي هو نورمالمون سي معناها اريير جوش، لكن لعب في وسط الدفاع بوسكو جزيري خرج وبلا العيف مضروب، ولارير جوش رجع لعب ادم التاوس بعد غياب طويل. في وسط الميدان تريو طلع العادي، بون ديو بلوتو معناها وسام يحيى مع خليل القصاب، ورجع احمد خليل بعد الاصابه زاد كان رجع عمل مباراه متوسطة، يكون أحسن واحد كان في المجموعة اللي عمل مردود باهي. وفي القدام يعني في الهجوم كان ثم صابر خليفة، زهير الذوادي، وبلال الخفيفي. دونك هادوما الحداش اللي لعبوا أساسيين، دونك ما قدموش مباراة كبيرة برشا، كان متوسط برشا المردود بصراحة نتاع الملعبية، خاصة يمكن يزاد الطين بلة اللي هو انه الاتحاد المنستيري كان خرجوا ملاعبي من دقيقه 40 ورقه حمراء، دونك لعب شوط كامل، شوط ثاني كامل نقص من ملاعبي، واخر شوط الاول بالوقت الضايع، دونك مده طويله لعب وقت ضايع. لكن معناها بصفه عامه الاتحاد المنستيري كان اخطر من النادي الافريقي، كان سيطر على المباراه اكثر من النادي الافريقي، وما النادي الافريقي ما وصلش باش يمسك بزمام الامور، والفرصه الوحيده جات باسيلو كومباوري للاسف ضيعها. دونك برشا ناس تحمل في كومباوري المسؤوليه، اكيد يتحمل المسؤوليه باسكو ما نجمش يعمل ايفور كيما هكاك وفي الاخر يحط كره غالطه، ولو انا راه حتى برالونتي يضرب شويه مسد في البوتو، ولكن بون كمام يعني كان ينجم يجيب لنا 3 بوان هامين وهامين جدا، مي هذا هو اللي صار في المباراه هذيك. نحط لكم في تحت الفيديو، نحط لكم الرابط على ملخص المقابله
نعاود نذكر ديما ما نعديش لي حتى حاجه ما تلافز باسكو تعرف اليوتيوب تنجم تبلوك الفيديو والشان الى اخره. دونك جو بريفير اني ما نعديش يعني ما نريسكوش باش الشان ينجم حتى يسكروها. دونك نحط لكم لي ليان ديما تحت لي فيديو. دونك باش نحط لكم ليان تاع ملخص المقابلات نجموا تتفرجوا فيه. ملخص تاع الحد الرياضي، الحد الرياضي عملت ملخص مباراه وعمل زاده روبورتاج على الازمه الاداريه تاع نادي الفريق. دونك احنا واش نحكوا عليها اليوم الازمه الاداريه باسكو حكينا فيها برشا مرات، لكن كيما باسكو حد الرياضي ما كانش موجود تو غير رجع. دونك عاودوا رجعوا لتالي شويه وعاودوا عملوا حوصله اللي صار في الازمه الاداريه تاع نادي الفريق. دونك كيف نحط لكم اللينك كان تحبوا تتفرجوا. دونك هذا من 11 لي تيتولار اللي لعبوا، ثم الخمسه اللي دخلوا باسكو تو نجم نعملوا خمسه تغييرات. كان دخل في دقيقه 61 دخل باسيلو كومباوري بلاست بلال الخفيفي، وفي دقيقه 70 دخل شهاب العبيدي وكارلوس شافاري. كارلوس شافاري كان اول مباراه رسميه يحضر فيها ضد الاتحاد المونستيري. دونك زوز دخلوا في بلاست زهير الذوادي وخليل القصاب. وفي دقيقه 82 دخل عبد القادر الوسلاتي ووجدي ساحلي في بلاست صابر خليفه وسام يحيى. الوسلاتي والساحلي بطبيعه ما مش يقدموا حتى شيء، رجعوا ليهم جمعتين ولا ثلاثه ما عملوش بريباراسيون، ما حضروش من الاول، وزوز كانوا مضروبين، واحد في ظهره والاخر في ساقه. دونك سي نورمال ما كانوش حاضرين كومبليتمون، لكن بون ما عندناش رصيد بشري. ملاعبيه خرجت ما ثماش ريكروتمون، ملاعبيه يعني بلوز موين على الاخر يعني النيفو تاعهم موين على الاخر النيفو تاعهم. دونك ما نجموش نستنوا حاجه كبيره. دونك لسا ديبي ما نجمش يعمل يعني بصراحه دي ميراكل بمجموعه كيما اللي عندنا. اون توكا احنا كيما العاده في كلوبيست بوينت كيما عودناكم ديما نعملوا نعطوا دي نوت للملاعبيه. دونك نحاول نعمل ايفالواسيون للملاعبيه بالنوت من واحد لعشره، كل واحد شنو جاب كوم نوت. هذه كنا نعملوا فيها من قبل يعني صافي ديزاني، نعملوا فيها على السيت نتاعنا نعملوا حتى احصائيات الى اخره قبل ما نعملوا حتى الشان نتاع ريكاب سيا من قبل كان تهبط على الفيسبوك الى اخره. دونك توا فرصه باش نواصلوا حتى في ريكاب سيا نعطوا معلومه بنعطوا معناها لي نوت نتاع الملاعبيه. دونك بالنسبه ال11 تيتولار ديما نعملوا من 1 ل 10، ومن بالنسبه ديال بلاصون من 1 ل 5، وبعد نعملوا نوت جينيرال معدل للليكيب الكل. وبالطبيعه كيفاش ناخذوا نعملوا العدد اللي هو ناخذوا بعين الاعتبار النجاح في نسبه نجاح في التمريرات في التوزيعات في التزيد نحو المرمى الى اخره، وزاد في الاوراق الصفراء ديما ياخذوا ورقه صفراء ينقص له تنقص له دي بوين الى اخره. دونك ثم يعني فورمول بيان بريسيز يعني نخدموا عليها تعطينا دي نوت يعني بلوز او موا لوجيك. دونك لي نوت نتاع المباراة هذه. دونك احنا عندنا باش نبداو باللي تيتولار بطبيعة الحال 11 عاطف الدخيلي 5، دونك مويا حمزة العقربي 4، اسكندر العبيدي 5، غازي بن عبد الرزاق 5، ادم الطاوس 5، وسام يحيى 4، خليل القصاب 4، احمد خليل 5، صابر خليفة 3، بلال الخفيفي 3، وزهير الذوادي 3. دونك هذا على 10. وبالنسبه للبدلاء دونك هما عندهم من 1 الى 5 وبوسكو ما يلعبوش يلعبوا اقل مده زمنيه من لي تيتولير. دونك سي نورمال باش يكون الحساب مختلف. دونك باسيرو كومباوري 2، كارلوس شافاريا 2. بون كارلوس شافاريا ما لعبش بلاصه يعني لعب دونك على اليسار ونورمالمون يلعب وراء المهاجمين بوست نتاع الاصلي، لكن دونك لعب على اليسار خذا ورقه صفراء اون بلوس دونك 2. شهاب العبيدي 1، ما عملش مقدمش حتى شيء شهاب العبيدي للاسف. عبد القادر الوسلاتي 1 ووجدي الساحلي 2. دونك المعدل الفريق كامل جا 3.6 من 10، دونك 3.6 سور 10، دونك اقل من المتوسط. ومش هذا كنا ننتظره فيه، لكن بون اللي حصل تو. دونك كما حكيت لكم ثم ليام تاع المباراه، كان تحبوا تتفرجوا على الريكاب كامل موجود في تحت الفيديو وريبورتاج تاع الحد الرياضي زاد على ازمه الاداريه. نكملوا مع مباراه مع الفرع كره القدم البارح. بعدين احنا نسجل بثلاثه ديما كيما نقول البارح راه نهار اثنين. دونك
البارح دونك بيتو اليوم نهار الثلاث كانت العوده للتدريبات بعد مباراه تاع الاتحاد المسيط. ارتاحوا اللاعبيه البارح نهار اثنين دونك اليوم رجعوا يترينوا، لكن كيف وصلوا للميدان بقاو سيفيل ما بدلوش وطلبوا انهم يحضر واحد من المسؤولين باسكو ما كان ثم حتى واحد، لا رئيس الفرع ولا رئيس النادي، زوج اللي موجودين لحد الان دونك على اساس باش يناقشوا على فلوسهم على مساعقاتهم الماليه، لكن ما كان ثم حتى واحد وما جا حتى واحد دونك روحوا ما وعملوا اضراب. يعني اليوم ما ثماش اونترينمون. اخر معلومه بالنسبه لفرع كره القدم اللي هو سعيد السابي مدرب المساعد لسعد الدريدي اللي باش يكمل المباراة الجاية ضد نجم المتلون على الأربعة باش تلعب في رادس السبعة متاع العشية، آخر مباراة للمدرب معانا بويسكو هو إن شاء الله من بعد باش يدخل في تجربة جديدة باش يكون المدرب أول لمستقبل الرجيش النادي اللي طلع حديثا للرابطة الأولى. دونك المباراة الجاية باش تكون الأخرى للمدرب المساعد للنادي الفريق، ما نعرفوش بشكون باش يشد بلاصتو من بعد الى اخر حتى اخر سيزون، اسكو لسعد الدريدي يبقى وحده ولا ما نعرفوش، هذا باش نشوفوه، لكن هذا المعلومه الاوفيسيال توا. دونك حتى مستقبل رجيش كان هبط بيان وكان اكد فيه لانه توصل لاتفاق رسمي مع سيد السابي باش يكون المدرب الاول، هذه فرصه كبيره كما تعرفوا صعيب ياسر باش يكون يريني كمدرب اول. دونك نتمنى النجاح ان شاء الله لولد الجمعيه سعيد السابي.